ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا 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 جدا. الفترة اللي فاتت تقريبا معظم الشغل بقى اونلاين، ما بقاش في حد فينا عايز ينزل ويعرض نفسه لأي خطر من مخاطر الكورونا، كلنا بقينا بنتعامل مع مناديب أو مع شركات شحن، وللأسف برضو بقينا بنسمع كلام كتير الحاجة بتاعتنا ما بتوصلش في ميعادها، الحاجة بتاعتنا بتوصل بايظة، فشركات الشحن أو مكاتب الشحن بقى ليها عيوب كتير. وسط كل الزحمة دي معانا راجل كده محترم قعد يفكر ازاي مش يعمل شركة شحن ولا مكتب شحن، لا ده عامل منظومة، عامل حاجة يمكن انا مش عارف اوصفها، هو لازم هو يشرحها. انت مش بتتعامل مع شركة شحن ولا مكتب شحن، انت بتتعامل مع مؤسسة كاملة، مع حاجة عالمية بس موجودة في مصر. خلوني ارحب بضيفي اللي انا مش عايزه اقعد اتكلم كتير، عايزاه هو يحكي ويتكلم عن شركته اللي انتوا هتعرفوا دلوقتي هو موجود معانا عشان خاطر هو عامل ايه. خلوني ارحب باستاذ احمد العمري بن داري صاحب شركه ام اي دي اكسبريس للشحن. عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. ايه اللي انت عامله ده؟ الله يكرمك. انا ما عملتش حاجه. لا هو اللي كمان مخليني منبهره ان انت كنت شغال وقت الكورونا وبتطور وقت الكورونا وبتدخل حاجات وبتضيف حاجات على شركتك. تمام. يعني الكورونا ما اثرتش معاك في اي حاجة؟ تحية والله، شابو ليك. لا والله احنا كنا ملتزمين بكل اساليب الوقاية، المناديب كانت بالتعقيم بالكمامات، فالحمد لله ربنا عدها على خير يعني وسطرها معانا وكنا بنشتغل. يعني الشركة بقى لها قد ايه؟ اربع سنين. المميز عندك ان انت ابتديت من تحت قوي، انت ما بقتش صاحب شركه في يوم وليله، فانت بقيت فاهم العميل بيفكر ازاي، الشركات ايه العيوب اللي فيها، فانت بتطورها، بقيت عامل حاجه مختلفه. احنا والله احنا رابطين ما بين اتنين، ما بين المكاتب الصغيره وما بين الشركات الكبيره. احنا يعني انا اول ما اسست الشركه انا قصدت ان انا ايه اتعامل ما بين الاتنين، يعني عامل الربط ما بين الاتنين. يعني احنا بنتعامل مثلا ان حضرتك بتتعامل اكنك بتتعامل مع مكتب صغير، مش سهل جدا ان انت توصل لصاحب الشركه، مش سهل جدا بحاجه بسيطه جدا اللي هو رساله على الواتساب، بتفتح اكونت بتوصل لاي حد، اي مدير فرع ممكن تيجي اي فرع. الحمد لله عندنا دلوقتي 14 فرع وفي فرعين هيتفتحوا ان شاء الله الشهر اللي جاي. يا رب امين. يعني بكل بساطه ان انت تقدر توصل، عكس الشركات الكبيره ان انت مستحيل اوصل لحد. لا انت اخرك مثلا ايه هتوصل الكول سنتر بالظبط كده، تتصل بمكالمه بالتليفون كبيره خالص ان انت المندوب او الكول سنتر. احنا عندنا مثال جدا ان انت توصل لنا صاحب الشركه. فعلا اسهل حاجه ان انت توصل لنا صاحب الشركه طبعا. طيب بالراحه، انا دلوقتي لو عايزه اوصل حاجه هتعامل معاكم ازاي؟ ايه الخطوات اللي اعملها عشان يبدا الاوردر بتاعي؟ والله هي حاجه بسيطه خالص، حضرتك مثلا بتتصل على الموبايل، بيرد عليك كول سنتر بيقول لك ابعت بيانات حضرتك على الواتساب، بتبعت البيانات على الواتساب بيفتح لك اكونت، بعت لك الابلكيشن موبايل. ايه ابلكيشن موبايل بتتابع من ابلكيشن موبايل؟ ابلكيشن موبايل بتتابع اوردراتك من اول ما المندوب يستلم منك الحاجه لحد ما الاوردرات تتسلم. بيفتح لحضرتك الاكونت، بيبعتوا لك مندوب على طول، يعني مفيش اي اجراءات بقى صعبة. يعني انا بتعامل مع ابلكيشن مش بتعامل مع شخص. لا سيستم، انا هو عشان كده بقول لحضرتك من شويه انا ربطت ما بين ما بين حاجتين، مكتب صغير ان انت من سهل جدا ان انت توصل لاكبر راس في الشركه اللي هو صاحب الشركه او اي مدير في الشركه او اي مدير في اي اداره في الشركه، وفي نفس الوقت انا رابط برضو ما بين شركات كبيره. انت احنا عندنا احدث سيستم موجود في السوق. عندها ابلكيشن؟ الشركات كبيره بس الكبيره قوي. فانا رابط ما بين الاثنين. مع مصانع مثلا او حاجه كده يعني. ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا رابط ما بين الاثنين، انا جايب شركه، يعني انا جايب السيستم ده اهو. انت بتتعامل لو شركه كبيره مصنع كبير او اي حد مثلا عنده ويب سايت مثلا كبير او حد عنده مثلا اوردرات كبيره، حد يكون عادي بس كميه اوردراته كبيره مش سهل. عندنا احنا بقى الموضوع بيبقى سهل لان انت مهيئ لده، مهيئ لاعلى من كده. طبعا الابلكيشن اسمه مكتوب انا هنزله ده، انا هستغلكوا اسوء استغلال. تحت امرك. انت مش فاهمني، ده حاجه صعبه جدا. طيب خدمه ما بعد التعامل، انا اتعاملت معاكم وحصل عندي مشكله، المندوب بقى ضايقني، المعامله ما كانتش حلوه، الاوردر اتاخر، انا بشتكي لمين؟ بروح لمين؟ امسكه واقول له تعالى حل لي المشكله؟ والله بص حضرتك بتبقى عندك حاجتين، اول حاجه بيبقى عندك انت ممكن تتصل على اي رقم من ارقام الصفحه، في رقم للشكاوي تمام، او ممكن حضرتك احنا لينا 14 فرع، كل محافظتين او ثلاثه بيبقى وسطهم فرع ماسكهم، فانت مش سهل جدا ان انت تروح الفرع
اخرب انت الدنيا هناك، بتهتم قوي بموضوع هتاخد ان يكون حقك. في فروع، اه بتهتم. طبعا، عشان انت تبقى انت ضامن حقك، انت اي مشكله معاك تقدر ان انت توصل للفرع مباشره، مش محتاج بقى ان انت ايه يعني ما بتتواصلش مع حد من خلال كول سنتر. هو ده اللي انا بقول لحضرتك، ان انت ايه، ان انت اكن مكتب صغير، يعني اكنك انت بتتعامل مع مكتب صغير، بس سهل جدا ان انت توصل للمكتب ده، تروح اعمل مشكله هناك لو انت عندك مشكله. بس الحمد لله ما فيش حاجه بتوصل لكده، لان انا اصلا انا حاطط نفسي في كل الجروبات بتاعت العملاء، انت متابع كل حاجه بنفسك، كل الجروبات انا بتابعها بنفسي. مفيش حاجه يعني، ربنا يحميك بقى، امسك الخشب ربنا والله مش يخليك. بحسدك، ربنا بس يكرمك. مفيش حاجه واقعه من تحت ايدك، انت حابب الشغل لدرجه ان مفيش حاجه بتعدي من عليك. انا اشتغلت في الشغل ده من حوالي 7 سنين، تمام؟ فانا حبيت الشغلانه دي، يعني انا حبيت يعني كان كل بقى ايه، حطيت هدف فمشيت وراه لحد ما احقق ده، عشان انا اصلا بحب ده، فيعني بعامل كل حاجه بكل اهميه، يعتبر ما بدمش. يعني المناديب لازم تتعرض عليا، حتى لما في التدريب بتتعرض عليا بعد التدريب. لحظة واحدة، اتفضل. تاخد الكلام بسرعة ليه؟ مناديب ايه اللي بتتعرض وبتتدرب؟ واحدة واحدة. بص، المندوب، انا شخصيا ساعات بيجي لي مندوب بقرر اني مش هتعامل مع المكان ده تاني، مش مع شركة الشحن، ما تخصنيش، مع اللي انا طالبة منها الاوردر. المندوب ما عجبنيش، جايب لي الحاجة مش مظبوطة، طريقته وحشة، مواعيده مش مظبوطة معايا. انتوا المناديب دي اعتقد اهم ناس في الشركة. لا، عندنا احنا موضوع مختلف شوية. عندنا احنا اصلا مندوب عشان يتعين بيمر على كذا، على فلتر، يعتبر فلتر 7 مراحل. انت اولا المندوب بيتدرب، لازم ياخد فتره تدريب في الشركه الاول عشان انت تقرر ده هيشتغل ولا لا. بعد كده تمام. بيتعرض بقى على مدير مراقب الجوده، على مراقب الجوده بتقيم المندوب ده اهو بعد ما اتدرب هل ده يصلح ولا ما يصلحش. بعد كده بيتعرض عليا انا، حتى لو في محافظه، حتى لو في محافظه تانية انا بسافر، يعني بروح الفرع هناك وبتعرضوا عليا، والله محتاجين مناديب، في مناديب يجيبوها هم للتدريب وبتتعرض عليهم هناك، بس عشان ينزل شغل لازم يتعرض عليا انا. يعني كل حاجه متابعها بنفسي، ما فيش يعني ما فيش نوم والله. انا هاجي اشتغل معاكم. نورينا طبعا. تسلم والله. الله طيب يخليك. قلت لي ميزه حلوه برضو كده عندكم، ان انا لو لسه ببتدي البيزنس بتاعي ودنيتي لسه على قدها، انت بتتعامل معايا كاني شركه كبيره. كله بياخد نفس المعامله عندنا احنا، الشركه الصغيره والشركه الكبيره. عندنا احنا انت مجرد، انت ابسط ما يمكن، انت بتبعت رساله على واتساب فيها بياناتك، فيها اسم البيج بتاعك، انت عايز الاكونت بتاعك بتفتح باسم مين، باسمك انت، وفي اسم البيج اللي هو بيظهر في واتشر اللي بيبع الاوردر، تمام؟ مجرد ما بتبعت دول، بتبعت عنوانك، خلاص فتح لك اكونت، بتتعامل نفس معامله العميل الكبير ده زي ده. الشركه اللي عندها معاملات كبيره انا بتعامل زي زيها. لا، انا بدي ده نفس الاهتمام، ده زي ده، الكبير زي الصغير. ممكن دي من الاساليب الحمد لله اللي خلتنا احنا ايه، كبرنا. اصل الصغير لازم يكبر، هيجي له وقت برضه هيكبر، بيفضل معاك وبيحافظ على ده، حتى لو الشركه مرت بظروف وحشه بيستحملك، لان هو بادئ معاك من الاول فبيستحملك بقى. فالاثنين بياخدوا عندي نفس المعامله. حلو قوي. حاجه ثانيه، لو انا مكان لسه برضو صغير او مكتب صغير مش شركه كبيره، فانا بيبقى عندي ازمه ان انا ببقى عايزه احصل فلوسي اول باول، وفي ناس بتبقى للاسف لما بتوصل الاوردرز بترجع تديني الفلوس، وده ما بيكونش مناسب ليا. انتوا تبع انهي سيستم؟ احنا بص حضرتك، احنا حتى في التعامل الشركات الكبيره نظام التحصيل عندها ما بيقدرش يخفض الوقت، يعني الشركات الكبيره عشان تحصل فلوسك مش يعني مش اكتر من مره او مرتين في الشهر. عندنا احنا انت ممكن تحصل فلوسك ممكن 10 مرات في الشهر، 20 مره في الشهر. مفيش مشكله. اه والله، يعني ممكن اوردراتك تيجي النهارده تسلمت بكره، مفيش مشكله. انت بتشوفها على الموبايل ابلكيشن، اوردراتك تسلم التسليم، تبعت رساله بس على الواتساب. انت اصلا التعامل بسيط قوي كده. ايوه، وانت بتفتح اكونت بيتعمل لك جروب على الواتساب، تمام؟ جروب بيبقى فيه حد من مراقبه الجوده، وحد من الكول سنتر بيبقى متابع الاكونت بتاع حضرتك، وفي بيبقى حد من الحسابات، وبيبقى فيه حد ببقى انا بقى ايه في الاخر في كل جروب من دول. اي وقت فاضي، مش هكذب على حضرتك واقول ان انا بشوف ايه الجروبات دي كل يوم، بس باجي في وقت فاضي وبفرز كله، عندي مشكله وبقف، المشكله دي مع مين؟ طب ايه سببها؟ بحاول احلها عشان ما تتكررش تاني، تمام؟ فانت بتبعد اول ما بشوف اوردراتك اتسلمت، بتبعت انا عايز تحصيل، بس رساله بسيطه، انا كلمة. عايز تحصيل كلمه واحده بس، انا عايز تحصيل بتاعي. الحسابات معاك في الجروب، شافوا الرساله بيعمل لك الفاتوره في نفس اليوم، بيبلغ المندوب لو بره، لو المندوب لسه ما عداش المنطقه اللي حضرتك فيها بيبلغ المندوب في نفس اليوم، بيجي لك التحصيل. ايه الحلاوه دي يا اولاد. طيب بعد بقى كل الحاجات اللطيفه اللي انتوا قلتوها دي، انا لما ان شاء الله كده ببدا اتعامل معاكم وببدا اعمل اكونت، في خلال قد ايه انتوا بتبعتوا لي مندوب؟ يعني بعد كام يوم؟ نفس اليوم.
نفس لو اليوم. حضرتك بعت اهم حاجه بس يعني ما تفتحش اكونت اخر اليوم، يكون مندوب عدى، المندوب ليه خط سير بيمشي فيه. تمام، احنا عندنا مندوب شيفتين، في مناديب مسائيه ومناديب صباحي. تمام، اهم حاجه ما يكونش المندوب عدى المنطقه اللي حضرتك فيها. يعني انت العميل مثلا سيان مثلا في المهندسين، فاول المهندسين مثلا في شارع شهاب مثلا، والمندوب عدى شارع شهاب، خلاص في عملة تانية دي مهم لازم شغله يتسلم، فبنأجله لبكره. انما حضرتك لو انت بعت بدري، لا بيجي لك في نفس اليوم، بيتفتح لك الاكونت، المندوب بيجي لك في نفس اليوم. حلو قوي. الاوردر بقى بيوصل في خلال قد ايه؟ الاوردر القاهره في خلال 24 ساعه، او من اي محافظه، نفس المحافظه اللي انت طالب منها الاوردر في خلال 24 ساعه. اسكندريه 48 ساعه، محافظات الدلتا والقناه 72 ساعه، الصعيد برضو في خلال 72 ساعه. يعني الاوردر ماكسيمال اعلى حاجه 3 ايام، مش اكتر من كده. اقول لك ايه، ما انا بقول لحضرتك معامله الشركات الانترناشونال والمكاتب العاديه. يعني لو عميل صغير انا بعاملك، انت بتتعامل معامله شركه كبيره. بالظبط، اكنك اكن انت مثلا شركه كبيره. تمام، ولو انت عميل كبير برضو بتلاقي نفس المعامله بتاعتك دي موجوده، لان انا مهيئ الشركه بسيستم يعتبر احدث سيستم في السوق. طبعا برضو انا بحب برضو من خلالكم انتوا هنا بشكر الاستاذ احمد، المهندس احمد عجلان صاحب شركه ام بي اس ايجيبت، برضو اللي هم عاملين لنا السيستم هنا، وناس متابعين معانا اول باول، واي تحديثات بينزلها لنا على السيستم، اي تحديثات بتنزل للشركات اللي هي الشركات اللي هي اكبر شركات في البلد برضه بينزلهم لنا احنا زينا زيهم بالظبط. فانت بالتالي حتى لو عميل شغلك قليل قوي اوردر او عميل ايه، بتتعامل انا لو مش عميله اصلا، انا لو واحده عايزه اطلب حاجه بسيطه، بتتعامل برضه اكنك شركة كبيرة. شركه كبيره، اكنك شركه كبيره، اكنك شركه بتتعامل مع شركه كبيره. حلو قوي. طيب في حاجه انا هقول لك، انا مشاكلي الشخصيه وتحلها لي. اتفضل. انا ساعات كتير في وقت الكورونا بصراحه ما كنتش بقدر انزل، فمحتاج اجيب حاجه من حته. تمام. يعني عايزه محل فلاني، عايزه ابعت اجيب حاجه منه، ده بيكون متاح بالنسبه لكم ولا لا؟ لازم يكون اوردر وحاجات راحه وحاجات جايه ولا لا ده سهل بالنسبه لكم؟ والله هو بص حضرتك برضو انا بشكر الحكومه ان هي سهلت في الموضوع ده اهو، الاجراءات الوقائيه في فتره الكورونا دي بالذات، واحنا كنا عاملين يعني كل الاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا كنا عاملينها بالكامل. الاوردرات كانت بتيجي من اول ما تيجي من المندوب بتتعقم، ده من البيك اب من الاول خالص من الاساس. يعني هو واخد الاوردر بيعقم، بيعقمه من هو عند العميل. حلو قوي. طبعا المندوب بيبقى لابس كمامه ورايح معقم، بيعقم الاوردرات قبل ما بيستلمها من العميل، بيستلمها بتيجي في الشركه عندنا قبل ما بيستلموها وتتسجل على السيستم برضه تتعقم، هو المندوب بيستلمها تاني يوم اللي هو المندوب اللي خارج بيها توزيع بتتعقم، عند العميل قبل ما بيسلمه العميل بيتعقم تاني، وهو بيسلمه الفلوس برضه بيعقم الفلوس، ولو ليه باقي بيعقم الباقي. اصل عشان كده هو المشكله، احنا كنا واقعين في مشكله كبيره، يعني مش احنا، يعتبر العالم كله، العالم كله العالم كله بنفس المشكله، اللي هو انت لو فرد بس مصاب فرع، انت مضطر تقفل الفرع كله. كام بيت بقى بياكل عيش من ورا دول؟ كتير. فان انت تقفل حرام. لا يعني كله كان الحمد لله الناس عندنا برضو تفهمت ده وتعاملت مع ده كويس، لان انت كده مش بتاذي نفسك، انت بتاذي الكل، بتاذي ناس كتير. بس خايف على المندوب وخايف على العميل وخايف على نفسك وخايف على الشركه وخايف على السمعه، خايف على كل حاجه. طبعا. فانت مضطر تخلي بالك. لازم لازم، لان زي ما قلت لحضرتك انا حبيت الشغل ده، ف يعني هدف ومشيت وراه لحد ما يعني عشان احققه، يعني الحمد لله. تفتكر ان اللي بيتفرجوا مش شايفين على وشك حبك للشغل؟ ربنا يخليك. اكيد طبعا. انت ما قلتليش انت برج ايه على فكره؟ انا شهر 10، مواليد شهر 10. والله بجد بامانه انا سعيده ان انت مثال حلو قاعد معانا. مش عايزه اقول سنك قد ايه. ربنا يبارك حضرتك. 31 سنه. 31 سنه. من ضمن الحاجات يعني ربنا يحميك. انا نفسي بعتبر نفسي ان انا ايه اللي هو ثمره انتاج، طبعا اللي هو ثوره السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي 30 يونيو. تمام، ليه الشكر كله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عن نفسي انا كشاب عندي 31 سنه، الحمد لله ان انا قدرت اعمل شركه الحمد لله، شركه دلوقتي ليها اسم في السوق، شركه الحمد لله معايا 14 فرع وفي فرعين لسه هيتفتحوا. انا بعتبر نفسي ان انا ثمره من نتائج الاستقرار ده، فالحمد لله طبعًا. في ده من يعني ثمره هي ثوره 30 يونيو، فانا معتبر نفسي كده حقيقي. الحمد لله حقيقي. مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه لله. ما بتتحققش. يعني مين يجي في دماغه يكون عنده شركه شحن ولا مكتب شحن، يجيب سيستم ويجيب مهندس ويعمل ويسوي؟ محدش بيفكر كده. يعني انا اسفه بقى، اي حد دلوقتي اصلا شغال مندوب بيدور على فلوس. بالزبط. انا عندي ماشي بنظام معين تاني خالص. انا لو الشركه مثلا هتكسب 20000 جنيه في الشهر، لا انا عايز 10 بس مثلا، انا عايز مصاريفي ومصاريف عربيتي وخلاص، ومش عايز حاجه تاني. شكرا. بس وال10 دول انا بدور بيهم، يعني انا عندي العماله اللي موجوده مثلا القدره بتاعتها الاستيعابيه ان هي تقدر تستوعب في الشهر مثلا
2000 اوردر، 5000 اوردر، لا انا بخلي العماله اللي موجوده تستوعب 10000 اوردر، ضعف، ببقى بتبقى عماله زياده مش مشكله. في ناس كانت من اللي معايا اصلا في الشركه، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا دماغي كده، انا عايز كده، انا عايز العماله اللي موجوده مهيئه الاعلى. ليه بقى؟ ليه؟ عشان لو جالك ضغط الحمد لله يعني بتبقى ايه، بتقدر تقوم بيه. مفيش حد اتعامل معاكم وما بطلش وبطل؟ في مفيش، لا في، بس بتابع، انا بقى بتابع معاهم تاني وبشوف ايه مشاكلهم وبعتذر لهم وبرجعهم، انا اللي بتابعهم بنفسي يعني. حتى لو عميل مشي انا بشيك ورا كول سنتر وبشيك يعني كل فتره كده بشوف العملاء اراءها ايه، وبدخل على صفحه على الفيسبوك وبدخل على الجروبات بتاعتهم على الواتساب وبشوف لو عميل بقاله فتره ما بعتش بتصل بيه انت ليه؟ ايه اللي حصل؟ بجد؟ انا قلت لحضرتك انا بحب الشغل ده، فمش عايز انا يعني اللي هو انت مش عايز ربح، مش عايز ربح، انا عايز، انت عايز تعمل صيت وسمعه، عايز تعمل كيان، حاجه حلمت بيها فعايز انفذها، بس يعني عايز انفذها على المستوى اللي انا عايزه، بس ده كل اللي انا عايزه يعني. لو انا عايزه اطلب اوردر زي ما قلت لك من محل، يعني مش يعني انا وانا قاعده كده في محل في المكان الفلاني عايزه اجيب منه حاجه معينه، انتوا ده سهل ان انتوا تعملوه؟ طبعا حضرتك بتبعتي رساله برضه على الواتساب، تاخدي رقم مثلا من على الصفحه او من اي حته، تبعتي رقم رساله على الواتساب اسم حضرتك بعنوان المحل اللي حضرتك عايزه منه الحاجه بعنوان حضرتك، بس وعايزه كذا، بس عايزه كذا، بس حضرتك بتطلبيها من المحل يعني ببلغهم بس انا عايزه كذا، عشان هم برضه ولا ابعت لكم حد ياخدها؟ حلو قوي، المندوب بتاعنا بيروح ياخدها ويجيبها لحضرتك لحد عندك. بعد بقى كل الكلام اللطيف ده اسعاركم كام؟ لا والله اقل اسعار. انا شخصيا ساعات ببقى طالبه اوردر وما اجيبهوش لاني بلاقي ان سعر الشحن اغلى من الحاجه اللي انا جايباها. لا هو بصي حضرتك، من عشان كده بقول لحضرتك انا بتعامل معامله الشركتين، انا المره الرابعه واحنا في نفس المكان اهو بقول لحضرتك انا بتعامل معامله الشركتين، شركه كبيره وشركه والشركات المكاتب الصغيره. لو في حاجه مثلا حضرتك مصاريف الشحن اقل حاجه، انا مصاريف الشحن اللي بتعامل بيها الاسعار موجوده على الشاشه، هيشوفوا الاسعار عامله ازاي. انا ما صدقتش بصراحه المصاريف اللي موجوده، مصاريف الشحن دي شامله كل حاجه، المصاريف بتاعتنا دي اللي انا منزلها دي شامله البيك اب اللي هو المندوب اللي بيجي ياخد من عند حضرتك الحاجه، وشامله مصاريف التحصيل وشامله مصاريف التوصيل كل حاجه. في شركات تاني بتنزلك ممكن تنزل نفس السعر، بس بتيجي بقى في الفاتوره بتلاقي ايه، ضيف لك بقى الضريبه وضيف لك عموله البيك اب وضيف لك عموله التحصيل، بتلاقي المبلغ اكتر. وده قليل قوي كمان اللي هو بيحط نفس سعرنا احنا لسه بيضيف عليه حاجات. لا انا بتعامل مع شركات كتير، لا مفيش. لا انا برجع تاني بقول لحضرتك ان انا مش عايز ربح، انا عايز هدف انا عايز اوصل له بس. سمعة طيبة. طيب قبل ما نختم تحب تشكر مين؟ والله هم كتير بصراحه. بص بقى الكاميرا بتاعتك وقول لهم بشكركم انتوا السبب ان انا اكون موجود دلوقتي وان انا يكون ليا الكياني ده وشخصيتي دي وكل حاجه في حياتي الفضل ليها فيكم. والله انا اول حد حابب اشكره والدي فضيله الشيخ كمال العمري البنداري، تمام، وزوجتي، دول اول ناس وقفوا معايا كتير. في عندي اللي هو فريق العمل، دول انا بحب اشكرهم يعني، الناس دي تعبت معايا وشيت معايا في الكورونا، في رمضان، في اوقات صعبه، في مطر، في كلهم من اول مناديب لحد على واحد مدير فرع مثلا القاهره عندنا، ده اخويا الصغير محمد رجب. في عندي مديره الحسابات ساره، في عندي مدير الاوبريشن اثنين، مدير عمليات القاهره والمحافظات استاذ احمد علي واستاذ يوسف، في عندي استاذ محمد حكيم، في عندي مديرين الافرع بقى على مستوى الجمهوريه كلها، استاذ محمد يحيى فرع اسكندريه، استاذ محمد سباعي برضه في فرع اسكندريه، استاذ محمد الحضري فرع طنطا، في عندي برضه فرع اسماعيليه استاذ محمود ابو يونس، في عندي فرع المنصوره استاذ مبارك، في عندي برضه فرع بني سويف استاذ احمد جمعه واستاذ مصطفى، في عندي برضه فرع المنيا استاذ مؤمن، في عندي فرع اسيوط استاذ عماد واستاذ احمد ناصر، في عندي فرع سوهاج استاذ علي عز الدين النمكي والاستاذ احمد رجب. فطبعا كل الشكر ليهم، واكتر حد يمكن وقف معاه من الاول خالص ده اللي بحب اشكره قوي، عم عرفه ده اكتر واحد انا بشكره، ده عمي على فكره، اخويا، بس ده وقف معايا كتير يعني، ربنا يا رب يبارك له في اولاده يا رب ان شاء الله. امين يا رب، نورتيني، الله يخليك. ان شاء الله المره الجايه ما هتكون موجود هتكون شركه عالميه باذن الله ان شاء الله، لانك تستحق اكتر من المكان اللي انت فيها كمان من يعني بمراحل. ربنا يبارك في حضرتك، نورتيني جدا 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 يا استاذ احمد، شرف ليا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. فاصل سريع وهنرجع لكم مع فقره جديده لاول مره في البرنامج. ورجعنا لكم تاني، والاول مره من ساعه ما ابتديت حكايه نجاح بكون لوحدي معاكم في الاستوديو، انا وانتم وبس.
لأول مرة بيكون في فقرة فضفضة في البرنامج، وإن شاء الله إن شاء الله هتكون موجودة الفترات اللي جاية أكتر وأكتر، وهنفتح الخط عشان نستقبل مكالماتكم، وأي حد عايز يتكلم في أي موضوع نكون معاه. عايزة بس أعلق على حاجة، الفترة اللي فاتت مفيش أسبوع عدى إلا لما كان في 3 4 5 6 حوادث خاصة بالأطفال. المجني عليهم أطفال، الضحية طفل، سواء كان قتل، تحرش، اغتصاب، تعذيب. المهم إن الطفل ده للأسف للأسف حقوقه منتهكة في المجتمع. هقول لكم أنا بسرعة جدا الحوادث اللي عملت لي أنا ككريستينا جمال مشاكل شخصية في حياتي وجابت لي اكتئاب. أول حادثة أثرت فيا جدا الحادثة بتاعت للأسف 3 أطفال، المفروض أن أنا أقول عليه شخص أو إنسان طبيعي، اتحرش أو اغتصب 3 أطفال في الشارع في النهار. طبعا أنا شفت الحادثة الجميلة دي ودخلت، هقول لكم بامانه بامانه ده اللي حصل، دخلت حضنت ولادي قعدت اعيط، وساعتها قررت قرار عظيم جدا ان ابني مش هيخرج من باب البيت، لا هيروح لماما ولا هيروح لجدته ولا لعمته ولا لخالته ولا مدرسه ولا حضانه ولا لعب ولا هيشوف حد ولا اي حاجه. انا هحميه بقى بطريقتي، طريقتي ان انا احبسه. وفعلا انا قعدت 3 ايام ما بنامش، يعني انا قعدت متخيله ان ابني لو خرج بره باب البيت هيحصل له اي حاجه، اكيد اكيد حد يعني هيعمل له حاجه وحشه، هيتحرش بيه، هيعمل له مصيبه. مرورا بقى، طبعا التفكير اللي انا فكرته ده كان غلط، بس انا مش انا بس اللي فكرت كده، كل ام شافت الحادثه دي فكرت كده. بالمناسبه انا ما شفتش فيديو، انا ما بشوفش فيديوهات، انا بعمل بان لاي حاجه قدامي بشوفها لاني انا ما بقدرش. مرورا بقى بالحوادث، طبعا الام اللي رمت ولادها في النهر، كان في يوم كده صحيت من النوم بمسك الموبايل بتاعي فلقيت حادثتين في ربع ساعه. البيبي اللي كان عنده شهور، مش هنعيط، اللي مامته سابته في البيت لوحده وخدت اخوه الصغير عشان مشاكل زوجيه بينها وبين جوزها ومشيت وسابته لوحده في البيت. فجي جوزها دخل البيت لقى الولد، قال يبقى هي بتجيب حاجه وطالعه، وراح هو كمان ساب الولد ومشي. هو مات من الجوع، يعني مات من الجوع واتحلل مكانه على السرير. مش فارق معايا حاجه غير ان انا بتخيل هو قعد يعيط ويصرخ كام يوم. يعني اللي عندهم بيبيهات صغيرة هيبقوا فاهمين ان الطفل مجرد ما بيجوع نفسه بيتقطع من السريخ. ده يا قلبي قعد يصرخ قد ايه لحد ما مات. مش حاضر، هم بيقولوا لي ما تعيطيش، بس لان انا بنتي صغيرة يمكن قده، فانا يعني لما بشوف بنتي وبتخيل الطفل ده حصل له ايه ما بقدرش استوعب ازاي الحكايه دي حصلت، ازاي ما كانش في حتى تواصل بين الراجل والست دول يشوفوا ابنهم فين. الاسبوع اللي فات كان في كارثه من الحوادث كده، طبعا الراجل اللي بيشرب البنت مخدرات واتحرش بيها، واللي كانت بتصور ماما. الحادثه دي مش في مصر، والام دي مش مصريه، يعني هو الموضوع منتشر، في حاجه غلط. العالم كله كأنهم يعني كأننا كلنا متفقين ان احنا نضر الاطفال بأي شكل من الاشكال. مرورا بقى بالولد والبنت اللي جوز امهم بيعذبهم وبيحرقهم، واللي الحمد لله الحمد لله ربنا حط في طريقهم جيران عندهم رحمة وعندهم وعي وبلغوا عنهم، فالحمد لله طبعا خدوا الاطفال دول من الراجل ده. امهم كانت قاعدة وشايفة على فكرة. طبعا في طفل برضو امبارح تقريبا اول امبارح، بيبي كده لسه مولود، راحوا حط امه، مش يعني الله اعلم بقى جايباه منين، ولا يعني الله اعلم ربنا يرحمها، خدت الطفل مش تحطه بقى جنب باب جامع ولا كنيسة ولا باب ملجأ مثلا، لا دي حطيته تحت كاوتش عربية، يعني امشي ودوسيه عشان اخلص من الحكاية خالص. لو ليا حلم في حياتي نفسي يتحقق ان مصر يتعمل فيها كده كام قانون. أول قانون يكون في إلزام على الزوج والزوجة إن هم يخضعوا لاختبارات نفسية، نشوف الراجل والست دول يقدروا يتجوزوا يفتحوا بيت ويخلفوا ويربوا ولا لأ.
مش كل شويه نقول اصله كان مضطرب نفسيا. مضطرب نفسيا ده ما يمشيش بقى في المجتمع كده، ويطلق على مخاليق ربنا ويتجوز ويخلف ويجيب عياله ويطلق ويعذب. يعني اللي عنده مشاكل نفسيه ده يروح يحبسوه في حته، يحطوه في مركز، يكتبوا في بطاقته ده مضطرب نفسيا والله. فلما تيجي تتجوزي انت تبقي عارفه، اساله بعد اذنك يا بابا لما تيجي عريس يتقدم لبنتك اسأل عنه، ما تروحش تسأل أمه. أمه ممكن تكون بتتضرب ومش هتقول، عايز تخلص. اسأل اللي حواليه. احنا ما بقيناش بنسأل، ده زمان كان أساسي كده لما تروح تتقدم لعروسة تقولك لا والله هم أسأل على العريس الأول. في ايه تاني قانون نفسي يتعمل؟ ان يكون في بصمة دي ان ايه للشعب المصري كله، كل الناس اللي في مصر يكون ليهم بصمة دي ان ايه، عشان ما اسمحش ان طفل يترمى في الشارع، ولا طفل يترمى تحت كاوتش عربية، ولا راجل يتنصل من ضناه ويسيب الست هي بقى تشيل الشيلة لوحدها ويمشي. يبقى هي عندها حجة قوية ان هي تقوم وتروح وتقول لا ده ليه اب. الحاجة الثالثة اللي نفسي تتعمل، يتمنع نشر اخبار الحوادث الخاصه بالاطفال على السوشيال ميديا. يبقى ليها مكانها. يعني في ناس عندها حب استطلاع، انا جوزي لازم الصبح يدخل كده صفحه الحوادث يقرا اليوم السابع ويشوف ايه اللي حصل في البلد، انا لا مش بقدر. انا واحده شخصيتي ضعيفه، نفسيا ضعيفه، ما بقدرش. خلوا ليه مكان، انما مش طول ما انا ماشيه على السوشيال ميديا الاقي اخبار 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 اخبار. صعب صعب، في ناس بتدخل في حالات اكتئاب، والله احنا بشر. في ام قالت لي كده، قالت لي انا هموت ولادي بايدي بدل ما يجي حد يتعرض لهم ولا يقتلهم ولا يتحرش بيهم ولا يغتصبهم، انا موتهم بايدي. في ناس بتعمل كده. طيب احنا دلوقتي معانا مداخله تليفونيه، معانا مين؟ استاذ عبد الرازق مصطفى. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على المشاهدين. مساء النور عليك، منورنا والله. ان شاء الله تكون معانا ان شاء الله المره الجايه في الاستوديو باذن الله. باذن الله يا فندم، باذن الله. دلوقتي انا لو تسلم، انا دلوقتي لو لقيت طفل بيتعرض لاي نوع من انواع الانتهاك لحقوقه، سواء جسديا، نفسيا، جنسيا، باي شكل من الاشكال، اعمل ايه؟ بص يا فندم، الاجراء المتبع، وبس عشان ننبه بس على الناس عشان هم خايفين لحسن حد ياخد بياناتهم او يستقصدهم او ايا كان بشكل ما. ده حقيقي. الاجراء المتبع السليم، اي حد شاف طفل في اي مكان سواء منزل، شارع، اي مكان، بيتم الابلاغ من خلال رقم 16000. 16000 بيتم بعد كده اجراء عظيم جدا معمم في القاهره الكبرى كلها، في جميع احياء مصر، في لجنه حمايه اسمها لجنه حمايه الطفل. الموظف المختص بيبلغ الاسم بدوره وبياخد من معاه وبياخد وهو نازل حد من الاسم من الشرطه، عربيه شرطه محترمه بتروح تشوف الواقعه حصلت فين. لو طفل معرض للخطر بتاخده وبيتم بعد كده محضر شرطه. تمام. والطفل بيتعرض على النيابه، ولو لو كان بدون اهليه بيتوفر له مكان امن لحد ما نوصل لحد من اهليته. حلو قوي. أنا معليش أي مسؤولية قانونية إلا ببلغ. تماما يا فندم، تماما يا فندم. ولا أخاف إن الراجل المجرم ده بموجب قانون الطفل، قانون الطفل وضح حاجة عظيمة جدا في مادته رقم 98. قال إن ما في أي حد يعلم إن في طفل في خطر وشافه لازم يتكفل إن هو يزيل الخطر ده عنده ويقدم كل ما في إمكانيته وفي وسعه، سواء بالاتصال بخط نجدة الطفل أو يبلغ في لجنة الحماية في أي حي قريب منه. وهم بيقوموا بكل الإجراءات اللازمة على كافة كل الأوجه. حلو جدا. طبعا هي المكالمة مش يعني للأسف مش وقتها طويل، يعني كان نفسنا يكون وقتها أطول بكتير عشان نتكلم بشكل أوضح، لكن إن شاء الله حضرتك تكون ضيف معانا في الاستوديو وتكلمنا على الموضوع بشكل مستفيض بإذن الله. نورتني. عايزة بس أقول حاجة قبل ما أختم، لو ربنا لسه بيرحمنا، لسه في باب رحمة فتحه لنا، فهو فتحه لنا عشان خاطر الأطفال دي، الملايكة دي، ربنا رحمنا لسه عشانهم.
أرجوكم ارحموهم، أرجوكم بلاش نستقوى على أضعف مخاليق في الكون. الأطفال دول أضعف كائنات، إحنا ما بنستقواش غير على الضعيف. المضطرب نفسيا ده ما بيكونش مضطرب على مديره في الشغل مثلا، ما بيكونش مضطرب غير على الطفل الغلبان ده. إن شاء الله إن شاء الله هيكون بإذن الله معانا ضيوف في الاستوديو ونناقش الموضوع بشكل أوسع الحلقات اللي جاية. هتوحشوني جدا للأسبوع اللي جاي. كانت معاكم كريستينا جمال في حكاية نجاح.